إبراهيم بلبو المفتش المنسق الجهوي لمادة التربية الإسلامية بجهة درعا تافيلات. أستاذ، الكثير من المترشحين يشتكون من تصحيح باعتباره آخر عملية قبل الإعلان عن النتائج. ما هي رسالتكم لهؤلاء المترشحين حتى يطمئنوا أن العملية ستمر في استحقاق ومسؤولية؟ وما هي رسالتكم للمصححين؟ رسالتي إلى أبناء التلاميذ والتلميذات وهي أن يطمئنوا اطمئناناً كاملاً، لأن العملية هي عملية دقيقة جداً، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الإجراءات الكاملة والإجراءات الدقيقة لضمان سير عادل لهذه العملية. من أهم الإجراءات التي وضعتها أنها جعلت لجان تقوم بمراقبة كل ورقة مصححة، وهذه مهمة، عملية دقيقة جدا وعملية مهمة، حيث أن المصحح يصحح الورقة ولكن اللجنة المكلفة تقوم بمراقبة هذا التصحيح ليكون هذا التصحيح وفقا للمعايير، وهذا من أجل ضمان تكافؤ الفرص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أن هذه العملية بالإضافة إلى ما قلناه فإنها تمر في أجواء كذلك أجواء دقيقة، من مؤشراتها هو أن كل مصحح يعطى له ظرف واحد خاص، ظرف في كل يوم، وبذلك حتى لا تكون هذه العملية دقيقة ولا يمكن أن يصحح أكثر من ظرف في اليوم الواحد، وهذا سيضمن فعلا تصحيحا جيدا. ورسالتي للأساتذة، اعلموا أساتذة الكرام بأن هذه مسؤولية جسيمة، ينبغي أن نأخذ هذه المسؤولية بكل جد وبكل حزم وبكل دقة. لماذا؟ لأننا نحن الذين سنضمن تكافؤ الفرص بين أبنائنا، نحن الذين سنعطي رسالة اطمئنان لأبنائنا، نحن الذين سنوصل هذه الرسالة إلى أن الأساتذة يقومون بكل ما تتطلب هذه العملية من دقة، من حزم، من مسؤولية. رسالتي أساتذة الكرام وهو أن تبذلوا كل ما في وسعكم من أجل أن يعطى لكل تلميذ ما يستحقه لضمان تكافؤ الفرص. شكرا أستاذ.